أكثر من 30 مشاركة من مشرفات ومعلمات الرياضة المدرسية بمدارس تعليمية شمال الشرقية ومختصين من إدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة تستهدفهم الحلقة التعليمية مجتمعون سويا بإشراف الاتحاد العماني لألعاب القوى لبناء مناهج الرياضة المدرسية. استفدنا أشياء في الورشة ثلاثة الأيام، الورشة اليومين الماضيات، الورشة النظرية استفدنا في أشياء حلوة جديدة راح نطبقها إن شاء الله في مناطقنا ومدارسنا بإذن الله حق الطلاب. أتمنى أن يكون المهرجان بشكل لائق على مستوى شمال الشرقية وفي ولاية إبرة، وإن شاء الله راح نطبق هالمهرجان وهالفعاليات حق المدارس وحق المناطق المجاورة معنا في شمال الشرقية. تأتي هذه الورشة التعليمية ضمن الخطط الوزارة في تنمية وتطوير قدرات المعلمين. أعتقد أن شمال الشرقية كانت من المحافظات الجميلة والرائعة في التفاعل والمشاركة، وأيضا التي وظفت مهاراتهم في تفعيل المهرجان. ويكتسب المشاركون في الحلقة التعليمية لألعاب القوى للصغار بشمال الشرقية المبادئ والأهداف ومهارات التدريس لبرنامج ألعاب القوى للصغار في المدارس. مثل هذا المهرجان يخدم الطالب، يتعرف فيه على المهارات أو الألعاب، ألعاب القوى بشكل عام، ويخدم أيضا معلم الرياضة المدرسية في التنويع تدريب الطلبة أو كيفية إدخال الألعاب بشكل عام، طرق تدريبهم. برنامج الحلقة التعليمية لألعاب القوى للصغار اشتمل على تقديم مهرجان لتسع رياضات في الجري والوثب والرمي، وتقديم عدد من أوراق العمل منها تضمين ألعاب القوى للصغار في مادة الرياضة المدرسية. وستتواصل فعاليات الحلقة التعليمية لألعاب القوى للصغار في بقية محافظات سلطنة عمان بهدف نشر المعرفة وثقافة ألعاب القوى بين طلاب المدارس وبناء قاعدة عريضة لهذه اللعبة. صالح بن حمد الحبسي، ولاية إبرة، محافظة شمال الشرقية.